السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم طلابنا الأعزاء بالكورس الأول. نبدأ على بركة الله مادة الفارماسي براكتس للمرحلة الرابعة. معكم المدرس المساعد زهراء عبد الغني. مادة الفارماسي براكتس المصدر حيكون عندنا اللكتشر نوت ان فارماسي براكتس. الأوثر هو ليليان أم أزوباردي. إن شاء الله راح نبدأ بالمحاضرة الأولى اللي هي عنوانها Pharmacy Practice and the Healthcare System. الآن نبدأ بمادة Impact of Pharmacy on Patient Care. There are five main areas in which the pharmacy make major contribution to health outcome. What is the area اللي حتكون لي الفارماسي contribution to the health outcome? One, عندنا management of prescribed medicine. How? By drug development, dispensing of medicine and counseling. حتكون من خلال إما تطور العلاج أو الدواء أو صرف العلاج أو من خلال الكونسلينج الاستشارة. Second, area عندنا management of chronic condition. الفارماسي اكيد راح من نتعامل ويا patient عنده chronic disease حيكون عندنا repeat prescribing of the drug. chronic disease نقصد بيها مثلا عندنا DM, hypertension, coronary artery disease, عندنا other endocrine disease حتكون مرات chronic condition like thyroid dysfunction. فهنا أنا أكيد رح يصير عندي repeat prescribing. also عندنا الفارماسي effect أو impact on the monitoring therapeutic outcome. أكيد رح نلاحظ أو نتابع therapeutic outcome of the management, improvement in quality of life. third عندنا management of common ailments اللي هي الحالات المرضية الكومن. حتكون أكيد للفارماسي impact in counseling and recommendation of line of action. fourth, عندنا promotion and support of healthy lifestyle by health education والhealth screening. اكيد هنا راح يكون دور الفارماسي بالhealth education, الhealth screening حيكون دور واضح. fifth, عندنا advice and support for other healthcare professionals. This is done by provision of information on a clinical and technical aspect of use of medicine. Also, participation in research and development program to transfer science into practice. هذه شلون؟ أكيد إنه الفارماسي أو الفارماسيست بالفارماسي حيساعد على تطوير الانفورميشن للpatient about the clinical and technical effect of the use of medicine للpatient. وكذلك ممكن أن يكون دور فاعل بالresearch والdevelopment program. فمن ينزل مثلا علاج أو medicine ننطيه إلى patient وريد نشوف الoutcome مالته. فالكثير من البحوث ممكن تطبق من خلال الفارماسي والفارماسيس من خلال الاوتكم اللي حصل عليها. فرح يكون أكيد عندي ديفلوبمنت بالبروغرام ورح يطور الساينس ونحول أو ممكن نحول فكرة حتكون هي موجودة بالمصادر انتو براكتس. نأتي الآن على الفارماسيست intervention in the healthcare system. What is the intervention of the pharmacist? الفارماسيست راح يكون عنده effect in ensuring rational use of medicine. شلون؟ Participation in the development of formularies, clinical guideline, well, protocols, and analysis of a prescribed information and the drug use evaluation data. How that be done? يعني الفارماسيست راح يساعد على تطوير الدوسج فورم. ممكن يكون الإفكت في تحويل مثلا أو يشوف إنه الإفكت
للسيرب أكثر من التابلت أو الـ use of intravenous of some medicine حيكون more effective and efficient than the oral form. فأكيد هذا طبعا دور الفارماسيست. الكلينيكال جايدلاين البروتوكولز عندنا أكو بروتوكولز وكلينيكال جايدلاين فور ديزيز كونديشن. أكيد هذه اللي راح يحددها واللي راح نمشي على الستيبس مالتها هو الفارماسيست, راح هو يسوي هذه الجايدلاين سواء كانت في الأسمة مثلاً how we treat acute asthma, chronic asthma, حتكون هذه الجايدلاين والبروتوكول اللي نمشي عليها الفارماسيست هو اللي حدد هذه البروتوكول. Analysis of a prescribing information and drug use evaluation data, كل هذه هي من الفارماسيست intervention. Other aspect عندنا الديزيز مانجمنت contribution toward enhancement of compliance adherence to evidence based clinical guideline and monitoring patient outcome. هذا شلون راح يكون له دور بالفارماسيست؟ عندنا الفارماسيست راح يساعد على الكومبلاينس والادهيرنس المطاوعه. الكومبلاينس والادهيرنس هي نفس المعنى, انه اخلي البيشنت عنده مطاوعه للعلاج مالته حسب الكلينيكال جايدلاين المعتمده. هذه شلون تتم؟ من خلال المونيتورينج اوف ذا بيشنت اوتكم, من خلال متابعه الكومبلاينس للعلاج. مثلا الفارماسيست راح ينطي علاج للبيشنت مثلا شريط من الحبوب بعشر حبايات, هو ايش مدري انه البيشنت اخذ هاي العشر حبايات, او انه شلون راح يساعد البيشنت انه ياخذ هاي العشر حبايات وما يترك العلاج او يوقفه. ذلك من خلال متابعة الكومبلاينس للبيشنت. وكو عدة وسائل لمتابعة الكومبلاينس من خلال الكومبلاينس ايد, مثلا ينطي الكالندر تحدد له الأوقات لأخذ الجرع, أو يعطي فد منبه ممكن يساعده على تذكر أخذ العلاج, أو أنه هو يقول له مثلا رجع لي شريط العلاج الفارغ حتى يتأكد أنه هو أخذ علاجه بالكامل. وأكو عدة خطوات ممكن يتابع من خلالها الكومبلاينس أو الأدهيرانس to the treatment. المانجمنت of drug therapy هتكون ensuring that safe and effective product of the drug are used and are accessible, والcollaboration with healthcare professional to ensure that prescribing is carried out for definite objective, also accessing patient profile, medical record, undertaking counseling about safe use of the drug, while patient monitoring to identify the problem and suggest the action to solve the problem. فهنا عندنا أكيد هذا طبعا دور الفارماسيست حيسوي أكثر شيء بالمستشفى, حيكون من خلال يعني ويا الهيلث كير بروفيشنال راح يتعاون وينطي دوره أو ينطي الأكشن أو الرأي مالته من خلال اختيار العلاج المناسب والعلاج المتوفر ومتابعة البيشنت بروفايل والميديكال ريكورد, وكذلك حيكون الكونسلنج معه من خلال الفيزيشن لاختيار العلاج المناسب. وهذا دور الكلينيكال فارماسيست حتى يختارون السيف دراج, وأيضا المونيتورينج انت تظل تتابع مونيتورينج اوف ذا دراج, وخصوصا الدراج اللي هي بيها لو ثيرابيوتيك اندكس مثلا عندنا الديجوكسين وغيرها من الأدوية حيسوي لها ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج. هذه أكثر شيء بالهوسبيتال. Patient pharmaceutical needs assessment. By identifying patient who would mostly benefit from pharmacist intervention, pharmacist dedicated service can be directed towards individual patient group to ensure minimal a drain of resource, while at the same time giving the patient the pharmacy service particular to their need. يعني الاحتياج للفارماسيست انترفينشن نحاول نخصصه للجروبس اللي اكثر شيء محتاجته, patient group, حتى
لن نخلي ال drain of resources or services تروح إلى ال patient اللي هم ما بحاجة لل intervention، ونحاول أن نقدم هذه pharmacist أو pharmacy service particular to their need according to the clinical condition. فهنا تعتمد على ال pharmacist في تحديد نوع النيد والجروبس اوف بيشنت اللي هم اكثر شيء يحتاجون هذه الانترفنشن. فعندنا some consideration should be taken about the patient pharmaceutical needs assessment that should be taken اللي هي شنو عندنا access to pharmacy facilities. هاي شلون نعرفها؟ do patients who are housebound bound have access to pharmacist domiciliary service? Do patients visiting a pharmacy have access to the pharmacist? Do patients feel that they need more time with pharmacists during the outpatient visit at a hospital a clinic? فهذه نشوف الفاسيليتيز اللي تقدمها الفارماسيست أو الفارماسي حتقدمها للpatients بحيث تساعدهم على الpharmaceutical intervention. Also, need of for compliance aid. هل ال patient require memory aids or pills box to organize their medication? ال social behavior. هل ال patient living on their own who may not have a family or a friend to support them through their medication? Does the patient have a special need? هذه هي الأهم من الconsideration اللي نخليها ببالنا لما نوجه الintervention أو الfacilities أو الservice لذول الgroup of patients. Identifying groups of patients with special need. من هم دول الpatient اللي عندهم special need؟ أولا patients suffering from certain disease such as acute myocardial infarction, chronic pain, mental health problem, والearning difficulties. Second عدي الage group اللي هم extreme of age أو إنه حيكون young and the elderly إما كلش صغير أو كبير بالسن. هذول الage group حيكون يحتاجون عناية خاصة أو فد assessment خاص. عندنا drug treatment اللي هي neurotherapeutic index drug. Expensive drug, consider the use of generic formulation. What are the pharmaceutical implications of switching to a different pharmaceutical formulation? يعني مرات نستخدم الدراج إلا بالجينيريك formulation أو البراند ننطيه النوع الأصلي أو إمكانية تحويله إلى different pharmaceutical formulation, different dosage form, different يعني company. فهذه تعتمد على الفارماسيست. Take a medicine for chronic disease. هذول يحتاجون قلنا repeat prescribing و medication review. Also a patient in particular health setting اللي هم بالهوسبيتال أو residential home أو nursing home يعني يحتاجون مساعدة طبية داخل المنزل. While patient transferring from one health setting to another. فهذول ال patient group يحتاجون different aspect of pharmacist intervention. عندنا ال achieving cost effective patient care. Within the healthcare system, pharmacists can participate in the four domains necessary to cost effective patient care. ممكن يساهم بالcost effectiveness أو عندي 4 domain. نبدأ من الأسفل للأعلى. حيكون إلى دور direct and indirect cost of therapy. أكيد للpharmacist حيكون effect بالcost للثيرابي من خلال تحديد الcost مالته من بداية صناعته أو بعد أن يتم تسويقه وهكذا. عندنا الdrug utilization reviews. هو راح يتابع طبعا بعد ما يطرح العلاج للأسواق أكيد راح يشوف نسبة استهلاكه، راح يسوي ريفيو على نسبة الاتيلايزيشن اوف ذا دراج. ثيرابيوتيك مانجمنت
including review of lifestyle measure. فأكيد رح يتابع أو من خلال lifestyle measurement راح يحدد therapeutic management أو effect of the drug. Also therapeutic and professional intervention outcome management. بعد انشاف therapeutic outcome راح يحدد professional intervention للتريتمنت. فمن خلال هذا راح يعدل على العلاج اللي انطرح للأسواق، فأكيد راح يكون cost effective therapy. فإذا طرحنا علاج مصنع أكيد من قبل الفارماسيست وكان الإفكت مالته بطيء أو ضعيف، أكيد راح يضطر البيشنت إنه يستمر على العلاج لفترة طويلة، راح ياخذ علاج أكثر حتى يحصل على المفعول. لكن أني من يتابع البيشنت العفو الفارماسيست بعد أن يسوي ريفيوز على الانفورميشن من خلال الاتيلايزيشن اوف ذا دراج، من خلال الثيرابيوتيك مانجمنت اللي حصل عليها، فراح يطور هذا العلاج يوصله الى الجود افكت، فممكن من خلال جرعه قليله يحصل على هذا الافكت. فمن هذا الدور راح نحصل على كوست افكتيف مانجمنت وكوست افكتيف بيشنت كير. الآن نأتي إلى موضوع Quality Assurance and Quality Improvement. إيش نقصد بQuality Assurance؟ هي ضمان الجودة. Quality Improvement هو تحسين الجودة. نجي نعرف ضمان الجودة. This establishes an acceptable level of performance and incorporates mechanism to identify when that standards of performance is not met. أما quality improvement, this comprises information driven a process that involves the implementation of monitoring procedure to ensure that adequate standards are obtained and maintained. It has two main components. عندنا quality improvement have two components اللي هي total quality management TQM and continuous quality improvement. نأتي على total quality management. هذه total quality management نحصل على defines measure of quality, measure the current performance, analyzes process, identifies improvement action. نأتي الآن على comparison of quality improvement and quality assurance. نقارن بين تحسين الجودة وضمان الجودة. بالنسبة لquality improvement تحسين الجودة تعتبر هي prospective process، while quality assurance هي retroactive process. شنو الفرق بين prospective والretroactive؟ prospective يعني حنحصل على الإفكت اللي هو بعد الحدث. بعد الحدث يعني بعد مثلا اصدار التريتمنت او بعد اخذ العلاج، وايل الريتروأكتيف هذا يعني يرمز الى الباست اكيورنس اور ستاتس. فهنا راح نقارن الايفكت بالباست، نرجع للملفات او الداتا القديمه لسنوات سابقه، وايل البروسبكتيف هي على المستقبل. فهنا حتكون هي تعتبر proactive وهنا reactive. أيضا الفرق بيناتها تعتبر هي process approach، while بالنسبة للquality assurance inspectorate approach. Focus is to improve a process، هذه focus to solve the problem. لأنه أنا هسه بالquality assurance راح أقارن على الداتا سابقة، فأكيد راح أكتشف a problem وأحاول إنه أساعد على solve هذه ال problem، while بالنسبة لل improvement أنا أحاول improve the quality، تحسين جودة المنتج. نأتي على measuring of the outcome. شلون نحصل على ال outcome من treatment نزل أو medicine نزل للأسواق؟ نستخدم الـ Diagnostic Results، أيضا ممكن نستخدم الـ Medical Records.
maintain database that provide information to allow periodical review. Assessing patient satisfaction. فهنا أنا الأوتكم أحصلها إما من خلال diagnosis أسوي lab data أسوي other يعني choice for diagnosis ممكن أستخدمها أو medical records ممكن أكو records سجل after taking the medication خاص مثلا من خلال طبعا هذه ال healthcare system بالهوسبيتال أو الفارماسيست يقوم بها. Maintain database that provide information. أكيد إحنا في بعض يعني مراكز اللي هي مو طبعا موجودة في بلدنا في بلدان متطورة لكل patient أكو database كاملة تخص كل الديزيز اللي بتحاليل الكاملة بكل التريتمنت اللي ماخذها فهذه من خلالها أكيد ممكن نحصل على information ونسوي من خلالها review على the outcome of some drugs. Also نشوف the patient satisfaction نشوف رضا the patient هذه ممكن نسوي استبيانات يمليها the patient ونحصل على انه هو شقد استفاد او شقد كان راضي عن هذا العلاج. Now we talk about the assessing outcome. الأوتكم ممكن من خلال الكلينيكال، فانكشنال أوتكم، فينانشيال أوتكم، والبيرسبتوال أوتكم. الكلينيكال أوتكم شلون نحددها من خلال الريسبونس تو ذا تريتمنت. أما الفانكشنال أوتكم حتكون امبروفمنت ان فيزيكال فانكشن، يعني نشوف تطور بالفيزيكال فانكشن للأورجن. للأعضاء والأجهزة في جسم المريض. Financial من خلال cost effective therapy حيكون أقل cost وإفكت أكثر. Perceptual patient satisfaction with the outcome care received and provider. فأكيد من خلال رضا the patient about the treatment that we use. Difficulties in implementation of outcome management. شلون تكون أكو صعوبات في الحصول على هذه الأوتكم اللي هي compilation of data is time consuming أكيد يحتاج وقت حتى نجمع هذه الداتا والresistance from health professionals ممكن تكون نتيجة resistance بال healthcare system أو health professionals نحصل هذه الداتا بصعوبة فهذه هي difficulties. نأتي على فد كيس اكزامبل فور كواليتي اسسمنت ان هوسبيتال شلون يسوون كواليتي اسسمنت في المستشفيات ممكن تكون الكواليتي اسسمنت على دوكيومنتيشن اند اناليسيس اوف فارماسيست انترفينشن ان ذا وارد يعني يشوفون ايش قد نسبه الانترفينشن لهذه مجموعه الفارماسيست في ردها من الردهات ممكن يسوون كواليتي اسسمنت على الكوست افكتيفنس اوف ميديكيشن يوز يعني اللي مستخدم الأدوية المستخدمة بالمستشفى يشوفون الكوست إفكتيف ثيرابي وأيضا يتابعون البيشنت ساتيستيفيكيشن كويشنير ينطون كويشنير للبيشنت ويجمعون منهم داتا تو أسيس ذا بيشنت ساتيستيفيكيشن أون ذا أوتكم أوف ثيرابي والكير ريسيفد وكذلك الأتموسفير أون ذا وارد تهوية الردها كوميونيكيشن with health professional يشوفون هل اكو communication بين هذا البيشنت والهيلث كير بروفايدر في هذه الهوسبيتال كل هذه النقاط ممكن تتبع بالكواليتي اسسمنت. في هذا السلايد راح نعطي فد اكزامبل او question اللي هو مثلا list 3 points that could lead to improvement in the cost effectiveness of treatment مثال عليها انه شلون اقلل الكوست للعلاج ممكن اسوي substituting a generic product for an originator product where appropriate ممكن اسوي تبديل للعلاج هو نفس الماده العلاجيه ممكن تو كومباني صانعتها ويعطون نفس الايفكت ممكن اسوي substituting ممكن احصل اقل كوست
Second, مثلا عندي preparing a drug utilization review and taking an action on the result. أسوي فد review على result. مثلا أنا بدال ما أستخدم intravenous antibacterial agent ممكن أحوله إلى oral route when indicated. ماكو داعي أستخدم الـ IV route، هذا حيكون يجوز أكثر كلفة، فبهالحالة ممكن أعوض باستخدام الـ oral action ورح ينطيلي نفس الإفكت. النقطة الثالثة ممكن including the indirect cost of therapy. شلون indirect cost of the therapy؟ ممكن أسوي من خلال monitoring the time, nursing time, the changing the dressing when comparing the cost of the two optional therapeutic paths. يعني ممكن أني أقلل الوقت مثلا لتبديل الضماد بدل ما يكون تبديل الضماد مثلا 4 مرات خلال 24 ساعة، ممكن أخليها مرتين خلال 24 ساعة، فأكيد هذا رح يكون indirect cost of therapy، رح يصير cost effectiveness of a treatment. بهذا تنتهي عندنا المحاضرة الأولى لمادة الفارماسي براكتس. شكراً.